صباح الخير لكم مشاهدينا. على ليلة واحدة بتفصلنا عن ليلة الميلاد يلي ممكن من خلالها نرجع نتجدد روحيا رغم ظروفنا الصعبة ومن غمرة أحزاننا. بدنا نعيد، ايه رح نعيد، لأنه عن جد الميلاد بالقلب مثل ما بيقولوا، والميلاد منه قصة بكتاب، هو كلمة الله يلي تجسدت وضلتنا على طريق الحياة وطريق الحق والخلاص، حط نجمة بدربنا تنعرف أنه هي النور لخلاصنا. ولد المسيح هللويا. صباح الخير، وصباح الخير لك جوزيف. بونجور بيا، بونجور لكل المشاهدين كمان اللي عم بيتابعونا. مزبوط اليوم هيك يعني الأولاد مفرسين، العالم بلشت هيك تلحق last minute shopping تتخلص أغراضها للبيت أو تخلص الهدايا اللي عندها هن كمان تتهديهم، فهيك بتحس بعجقة العيد. بس مزبوط بيا مثل ما قلتي، يعني عن جد زمن رواق، زمن سعادة وفرحة بالرغم من كل المشاكل. يمكن ننطر هيك نوع من الأوقات كرمال شوي ناخد أمل، كرمال نتأمل، كرمال نصلي، كرمال نطلع من كل الأزمات أو المشاكل اللي عم نعاني منها. فإن شاء الله تكون كمان هيدا العيد تكون حلوله حلو على كل اللبنانية وعلى كل لبنان، وتكون كمان سنة الجاي يعني خير. سنة خير على الكل. رغم كل الظروف الصعبة مثل ما قلت بدنا نعيد وبدنا نفرح، وهيدا هو العيد. ونحن هون من تلفزيون لبنان وعبر برنامج أحلى صباح حلقة سبيسيال لعيد الميلاد بكل الزوالة نانسي بشارة وأنا وأنت وزميلي باتريسيا رح نجتمع على الهواء بعد شوي، أكيد يبقوا معنا لختام الحلقة. ومثل ما كنا ذاكرين قبل في عدد من الجوائز رح نربحهم إياها، رح يكون في سحب بالقرعة، عدة مفاجآت ناطرتكم بهيدي الحلقة، فانطرونا للآخر. ولكن بالبداية رح نعطي فكرة سريعة أنا وياك جوزيف شو نعطي المشاهدين بصبحيتنا. رح يكون ضيفنا لليوم الأب سمير بشارة من الرهبنة اليسوعية، تنحكي معه عن معينة الميلاد. وخلال الحلقة رح نكون كمان مع كارن من جوكة كوسان، رح يكون كمان عم بيرتل أغاني ميلادية وترانيم بكل خلال كل الحلقة. أيضا من ضيوفنا لليوم جورج وريتا أبي شبل، حتى نعيش زمن الميلاد مع الترانيم الميلادية. ورح نكون كمان بكيتشن سيجمنت مع علي نجار من نجار كيترينج، اللي رح يعمل لنا اشياء هيك بنقدر نحضرها تنقدمها كابيتايزرز كفينجر فود مع الدرينكس كرمال كمان ليله الميلاد. واكيد مارينا كيروز بفقره فاشن وشرب الكرم بفقره ديكار رح ينضموا لنا كمان حتى نرجع نحن وياهم نعيش هيدي الاجواء الحلوه، وهن كمان محضرين سربرايزز للمشاهدين. فيعني اليوم حلقه غنيه، ما عليكم غير ينطرونا للاخر، نو زابينج ابدا، يبقوا معنا. واكيد نحن بنوعدهم باشياء كثير حلوه من هلا كمان لراس السنه، فينطرونا لانه المفاجات ناطرتهم مش بس لليوم. مزبوط، وبيا مثل ما ذكرنا يعني خلال الحلقه كلها في ترانيم وفي مطبخ، ورح نكون دائما عم نرجع وناخد تيبس، ولكن كمان في ربح هدايا طبعا، يعني العالم خليها تتابع لانه يمكن كل 10 دقائق ينسحب اسم ونربح هديه، فكمان بدنا نكون متابعين. واكيد يعني على كل حال بعد لما كمان فاتوا حط كومنت على الفيديوز اللي نحن منزلينه على صفحه تلالي باي، يعملوا فولو للبيج طبعا لاخر السنه طبعا اقفلوا على بيج فيسبوك وانستغرام، وبنفس الوقت حطوا كومنت وتاج لثلاثه من رفقاتهم. هيدي الطريقه اللي هن المفروض يتبعوا الخطوات من خلالها تيدخل اسمهم بالقرعه. واكيد مثل ما شايفين يعني دائما رفقنا ستوريوم صليبه من بدايه المشوار بزمن الميلاد لا ساعدنا نعيش زمن العيد اكثر عن جد وأحلى. هيك ضوى الاستوديو تبعنا ستوريوم صليبه ارني الشهوين، شكرا لك، شكرا على هيدي الزينه الحلوه يلي هيك اضافت لمسه حلوه على حياتنا وعند المشاهد كمان يلي عم بتابعنا. فهيدي كانت فكره سريعه، رح نروح نحن وياك جوزيف حتى نتابع الفقره الرياضيه الصباحيه. وما رح نكون في رياضه لكن رح نشوف رح نعمل شوبينج عند ستوديو ومنكمل صباحيتنا. كاميرا أحلى صباح وصلت عند ستوريوم صليبة لنشوف شو محضرين. يعني عندي نقطة ضعف على الأحمر وما كتير بحب خفق ألوان، يعني بركز أكتر شيء أبيض وأحمر مثل ما أنك شايف. إن شاء الله هذه السنة هيك مع العيد وولادة يسوع اللي هي أساس العيد أكيد يكون في أمل بكرة أفضل للبنان.
ستوريوم صليبة مميزين بزينتهم وبذوقهم وما فيك ما تشتري، يعني أنا كل سنة بجي بجدد من عندهم. طالع اشياء جديده هيك منغير شو لا السنه